الحالة ديال هاد الجريدة هادي ما كيبشرش بالخير، هاد حشومة توصل لهاد الجردة لهاد الظروف هادي بحال هكا، هو المتنفس الوحيد اللي كاين عند السكينة ديال البرنوصي. اخويا حنا كنستنكرو هاد الحالة هادي، ما عرفناش الجهة المختصة هنا غبرات شحال هادي، كانوا كيجيو الناس كينيطواييو كيديرو كيسقيو الجردة هنا، ولكن مؤخرا ما بقى حتى شي واحد كيجي هنا. ما كل شيء شو كيتمشى شو كيولات الربيع كاع طاح اللعاب، ليه ما بقى حتى شي واحد كيجينا؟ الدراري الصغار مساكن هنا كيجيو حتى والديهم ما بقاوش كيجيبوهم هنا، خافوا عليهم كاع البلاصه هذه تمشات، ولات وكر ديال الدراري كيجيونا المخدرات هنا بالليل، انا ولا الفساد انا بالليل هنا تشوف شي حوايج. راه بنادم ملي كيجي هنا كيلقى واحد البلاصه مهمشه راه كيزيد هو ما كيلقاش واحد المراقبه اللي خاصها تكون ديما هنا مراقبه من ناحيه. في الاول كانوا العساس هنا، كانوا واحد الناس من المنظمين هنا، وكانت كتحل كانوا دايرين لها الوقت، مثلا بحال من 10 ديال الصباح للست العشيه كانوا كيخرجوهم، وكان نيطواياج وكانوا كيسقيو هنا. ما بقاش هذا الشيء، ما عرفتش شنو السبب علاش ما هاد الجريده هذه هي المتنفس الوحيد ديال هاد الناس هادو هنا. ولكن اخويا كنشوفوا كاين الاهمال بزاف، ما كاينش اخويا الاهمال، كاين بزاف الاهمال اخويا ما كاينش. واه اخويا عندنا شروط ما كايناش هنا في هاد الجريده هنا، ما كاين عندنا شروط ما كاين والو اخويا، كلشي مهرس كلشي مكرفص، كاين الزبل كاين بزاف، خاصها شويه الاصلاحات. كنتمناو الناس المسؤولين اخويا يديروا شويه ديال ينظروا لهاد الجهه هذه، يديروا لنا شويه حيت هي المتنفس الوحيد ديال الوليدات، ما كنلقاو فين نديروا وليداتنا. وتا بنادم ما كيساعدش اخويا، تا بنادم كيهرس فعلا، هنا ما كاينش مراقبه اخويا، ما كاينش مراقبه. نتمناو يكون عساس ويصلحوا ويقابلوها فهمتيني، ونتمنى من الله خير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.